على مدار اليوم ينكب أكثر من 300 عامل ومهندس لإنجاز أول مشروع من نوعه في العالم، وهو الجزيرة العائمة. هو مشروع كان خياليا كما يقول أصحابه، غير أن خبرة المهندسين وإتقانهم لتقنيات جديدة في الهندسة البحرية جعلت من الخيال حقيقة ملموسة على شكل فندق عائم يمتد على مساحة 3800 متر مربع. المشروع هو كناية عن فندق، هو في عندك غرف كتير صغيرة اللي هي للشخص اللي عنده مدخول محدد يقدر يروح يتفرج على المشروع، وفي عندك غرف بال 65 متر مربع اللي هن لوكجوري سويت هانيمون سويت للعالم اللي بتفضل تاخد شي مساحة كبيرة. في كمان مطاعم لصالات أعراس، فيك تعملي كونفرنس، في عندك جيم، سبا، في administrative سبيسز. تصنع الجزيرة بمواصفات عالمية من مواد ترتكز على الألياف الزجاجية والحديد، وهي تحتوي على 24 غاطسا، أي ما يعادل 24 هيكل سفينة، ما يمنح الجزيرة درجة عالية من الثبات في المياه يجنبها الغرق والانقلاب أو حتى التأثر بالأمواج. كل الحسابات والأناليسيس معمولة على أساس موج ارتفاعه 7.5، والجزيرة مش بس انه يعني بتعوم على منسوب واحد من المي، لا، ممكن تعلى وتوطى مثل فكرة الغواصة. 30 عاما قضاها المهندس عبد الله ضو في اعداد الدراسات والابحاث لاحداث ثوره حقيقيه في عالم الهندسه البحريه. هو اليوم يشرف شخصيا على مولوده، يقول انه تجاوز الكثير من العراقيل، ولا يخفي انه تعرض لحرب حقيقيه للتخلي عن هذه الفكره ولم يستسلم. في موقع تجميع الهيكل يبدو كل شيء جاهز للانطلاق في موعده. صار عندنا امكانيه نبني سفن عملاقه لاستخدام مدني، لاستخدام عسكري، لاستخدام أي طريقة ما. بحالة الملتهال التعدد الغواطس ممكن نروح لثلاث أمتار أربع أمتار ونعمل جسم عائم، سفينة عملاقة بتحمل 10,000 إنسان. هاي بتخفف من حاجة المحركات العملاقة لدفعها السفن. يقول الخبراء إن هذا المشروع سيوفر فرص عمل للكثير من اللبنانيين في ظل الانكماش الاقتصادي الذي تعانيه البلاد، كما أنه سيحفز الاستثمارات في الجزر العائمة خلال الفترة القادمة. مشروع الجزيرة العائمة بدأ حلما على المستوى الفردي ليتحول اليوم إلى إنجاز وطني سيبصر النور في العام 2015 من هنا، من ميناء مدينة طرابلس التي ستحتفل بانطلاقة أول جزيرة عائمة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. سحر أرناؤوط، الحرة، من ميناء مدينة طرابلس شمال لبنان.